انت حريصت على انك تطلع صور، فوجئنا يعني بالليل كده يعني حاله من الاهتمام الكبير. الحقوا صور وفيديوهات احمد العوضي حاططها على صفحته لاعدام هشام عشماوي. حرصك تعمل ده ليه؟ لان انا اولى واحد ان انا اعمل كده، لان انا اللي عملت دور هشام عشماوي. حتى لو انا كنت من وجهه نظر الناس اجدته والناس كرهتني، حتى لو انا كنت من جوه وانا بعمله مصدق الشخصيه عشان اعرف اطلعها لك، لكن من جوايا حاسس ان هو مفيش حد بالخسه والنداله والخيانه دي. فكل ده كنت انا اولى واحد، اول يعني اولى واحد حد بان هو يعرض فيديوهات ده عشان اقول للناس ان حقكم جه يعني. بالظبط. وشافوا ان هو مش غلط يعني، زي ما هم متضايقين قوي ان احنا نزلنا. لا ده يعني اللي متضايق طبعا متضايق، ويسعدنا انهم يتضايقوا يعني. ما هو انا عامل عشان يتضايقوا. انا عامل عشان ايه؟ انا عامل عشان يتضايقوا، انا عايز اضايقهم يعني. وطلعوا يقول لك يعني هل من الانسانيه نشر هذه؟ لا، هو ما ينفعش انت تتكلم عن الانسانيه يعني. انت ما تقعدش تقعد قدام الكاميرا وفي القنوات بتاعتك وتقعد تنظر على الانسانيه، انت مالكش دعوه. انت حد مكتوب في البطاقه مصري، لكن انت قاعد في وسط خونه واعداء الوطن يعني. انت بعت بلدك عشان شويه فلوس، ولو تيجي سيادتك تبص ان كلهم فشله، فانت واحد لما فشلت في بلدك قررت ان انت تنجح في بلد معاديه وبافكار معاديه. فانت ما ينفعش تتكلم عن انسانيه، ما ينفعش تتكلم عن وطنيه، ما ينفعش تتكلم عن 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 رجوله، ما ينفعش تتكلم عن مبادئ، ما ينفعش تتكلم عن اي حاجه. فانا احط الفيديو وانت تشوفه وانت ساكت. تشوفه وانت ساكت. بالظبط، تشوفه وانت ساكت. لكن ما تقعدش تجود وتنظر عليا. بكام جد ويقول لك انسانيه لمن سفكوا الدماء، يعني اللي قتلوا وسفكوا الدماء ونفسهم يشعلوا النار في البلد كلها. او جاي يقول لي انسانيه، انسانيه مين؟ انسانيه مين؟ وانت كان فينا الانسانيه عندك لما قتلت الجنود وقتلت الضباط وقتلت الشهداء وعملت وسويت، كان فينا الانسانيه. لا تعالى انا اوريك الانسانيه، انا بعرض لك الفيديو وهو واحنا وهو ميت ومتفرج عليه وهو ميت. دي الانسانيه بالنسبه لي، زي ما الانسانيه بالنسبه لك ان انت عملت في في في, في اخواتنا واهلنا كده. فانت تتفرج وانت ساكت سيادتك. تمام. وانت يعني كنت يعني سعيد لانه انت عملت حاله بالليل كده بعد المسلسل، لقيت الاهتمام. الحقوا الفيديوهات اللي نشرها احمد العوضي يعني. بالظبط. وكانك تحقق قصصا من نفسك يعني. ما انت اللي عامل هشام عشماوي. انا عامل هشام عشماوي بس احمد العوضي. فانا عملت لك هشام عشماوي وخلصنا المسلسل وكلنا طيبين وباركنا لبعض والحمد لله.